السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي، استكمالا لدروس الرياضيات. ان شاء الله النهاردة هناخد درس جديد وهو النمط. يعني ايه النمط يا سنة تانية؟ النمط ده لما فاكر لما كنت بقولك في مسائل اكمل بنفس التسلسل، لما كنت بقولك شوف هو ماشي ازاي، بينقص نقص زيه، بيزود زود زيه، بينقص كام ونقص زيه، بيزود كام العدد اللي بيزوده وزود انت كمان زيه، يعني امشي على نفس النمط. هو ده درسنا النهاردة النمط. تعالوا كده نشوف تانية. اول حاجة بيقول لي انماط الاشكال. لو جايب لي اشكال يا سنة تانية، تعالوا نشوف ازاي انا بكتشف القاعدة عشان اكمل النمط ازاي. برضو يا مس تعالوا كده نشوف مثال. جايب لي اشكال اهي، مربع مثلث ومربع مثلث مربع مثلث. شوف هو ماشي ازاي، شوف النمط ده اسمه نمط. نمط هو ماشي عليه مغيروش. جاب الاول مربع مثلث وبعد كده مربع مثلث وبعد كده مربع مثلث، يبقى القاعدة هو بيكرر ايه، ماشي على ايه. اه يا مس ده ماشي على مربع مثلث. تعالوا نشوف واحدة تانية كده. يبقى القاعدة هي تكرار مربع مثلث. اكمل انماط الاشكال الاتية. هنا يا سنة تانية جايب لي ايه، مستطيل مثلث مستطيل مثلث مستطيل مثلث. اه يا مس ده النمط ده اللي ماشي عليه مستطيل مثلث، يبقى انا هكمل ايه، مستطيل مثلث. طيب القاعدة هي تكرار، بيكرر ايه، المستطيل والمثلث. ده النمط اللي هو ماشي عليه، ماشي مستطيل مثلث مستطيل مثلث مستطيل مثلث، يبقى انا هكمل زيه بالظبط، مستطيل مثلث. القاعدة بتاعته اللي هو ماشي عليها هي تكرار مستطيل مثلث. طيب الشكل اللي بعد كده مربع مربع دائرة. جه بعد كده مربع مربع دائرة، يبقى انا هكمل ايه، برافو عليك، مربع مربع دائرة. القاعدة بتاعته كرر ايه، كرر مربع مربع دائرة. طيب بعد كده بيقول لي ألف ألف باء، ورجع بعدين قال ألف ألف باء، بعديها ألف ألف باء ألف ألف باء. يبقى هو هنا ماشي ايه، ألف ألف باء، زي ما هو ماشي بالظبط. القاعدة هي تكرار اللي كرره. اه يا مس ألف ألف باء، يبقى أنا ده نمط بمشي عليه زي ما هو ماشي عليه، وبكتشف القاعدة وبمشي زي ما هو ماشي. طيب انماط الاعداد، انا خدت كده انماط الاشكال، تعالوا نشوف انماط الاعداد. النمط يا اما يتزايد يا اما بيزيد، يا اما الاعداد عندي بتزيد باضافه عدد معين. بتزيد يعني بيزود عدد معين. ازاي يعني؟ كان بادئ باثنان بعد كده اربعه. اه يا مس ده بيزود عدد معين، ايه العدد اللي بيزوده؟ اثنان يا مس. اه اثنان بقت اربعة، الاربعة بقت ستة، الستة بقت ثمانية. كل مرة بيمشي فيها بيزود كام؟ اثنان. بقت ثمانية بقت عشرة، العشرة بقت اثنى عشر، يبقى هنا بيزود كام؟ اضافة العدد اثنان زائد اثنان. يتناقص، النمط عندي بيتناقص، بطرح عدد معين، بيطرح عدد معين. ازاي؟ اثنان وعشرون بقت عشرون. اه يا مس ده كده بينقص، بيطرح بيطرح كام؟ اثنان. ليه؟ مش اثنان وعشرون بقت عشرون، عشرون ثمانية عشر، ثمانية عشر بقت ستة عشر، الستة عشر بقت اربعة عشر، الاربعة عشر بقت اثنى عشر. يبقى هنا كان بيتناقص بكام؟ بيطرح اثنان، بيطرح كام؟ اثنان. وده اسمه انماط الاعداد. بشوف بيزود بيزود ولا بينقص. طب لو بيزود بيزود كام؟ لو بينقص بينقص كام؟ بيطرح كام؟ ايه العدد اللي بيطرحه او ايه العدد اللي بيزوده عشان انت تمشي على نفس النمط، على نفس النمط. تعالوا نحل مع بعض تمارين كده ونشوف فهمنا ولا لا. بيقول لي اكمل بكتابة النمط، عايزني اكتب النمط. هنا القاعدة بتاعتي كل نمط يا سنة تانية وليه قاعدة، ليه قاعدة. ايه هي يا مس القاعدة دي؟ القاعدة اللي انت بتكتشفها، اللي انت بتعرفها من النمط اللي هو ماشي عليه. يعني انا مثلا شفت لقيته جايب اربعة بقت ثمانية، عرفت كده يا مس ان هو بيزود. اه طب بيزود كام؟
بعد الاربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. لقيته بيزود يا مس اربعة، يبقى القاعدة بتاعتي بزائد اربعة، يبقى انا همشي على نفس القاعدة دي. طيب الستة عشر، لو همشي على نفس القاعدة هزود اربعة على الستة عشر، ستة عشر زائد اربعة بتساوي عشرون. العشرون هزائد اربعة، اربعة وعشرون، اربعة وعشرون هتبقى ستة وعشرون. تعالوا نشوف اللي بعد كده. القاعدة بتاعتي ناقص، بيطرح، بينقص. طب بينقص كام؟ بينقص خمسة، يبقى انا الخمسة وسبعون هتبقى سبعون، السبعون هتنقص خمسة هتبقى خمسة وستون، الخمسة وستون هتنقص خمسة هتبقى برافو عليك ستون. طيب هنا القاعدة بتاعت اللي همشي عليها في النمط هي زائد عشرة، بزود عشرة. طيب الخمسون هتبقى ستون، الستون هتبقى سبعون، السبعون هتبقى ثمانون. تعالوا نشوف اللي بعد كده. بيقول لي اكمل الانماط الاتية بقاعدة مناسبة. ازاي يا مس؟ يعني انا هكمل النمط وهكتب له القاعدة. انا هعرف القاعدة يا مس؟ ما انت لو عرفت تكمل النمط يبقى انت عرفت القاعدة على طول. ازاي هعرفها؟ هشوف هو بينقص ولا بيزود، ودي هتكون القاعدة بتاعتي. الاثنى عشر بقت ثمانية عشر. يا مس هو كده زود، ثمانية عشر بقت اربعة وعشرون، اربعة وعشرون بقت ثلاثون. طب يا ترى زود كام؟ يا مس ده كده بيزود ستة، الثلاثون هتبقى ستة وثلاثون، الستة وثلاثون هتبقى اثنان واربعون، اثنان واربعون زائد ستة ثمانية واربعون، ثمانية واربعون زائد ستة اربعة وخمسون، اربعة وخمسون زائد ستة ستون. يبقى القاعدة بتاعتي هي كنت ماشي ازاي؟ كنت بتزود كام؟ يعني كنت بزود ستة، يبقى دي القاعدة بتاعتي. بشوف النمط اللي انا ماشي عليه بزود ولا بنقص، لو بزود بزود كام، ولو بنقص بنقص كام، ودي بتكون القاعدة بتاعتي. تعالوا نشوف اللي بعد كده. عشرون بقت اربعة وعشرون. يا مس هو زود، طب زود كام بعد العشرون؟ واحد وعشرون، اثنان وعشرون، ثلاثة وعشرون، اربعة وعشرون. هنا يا مس بيزود اربعة، بيزود كام يا سنة تانية؟ اربعة، اربعة وعشرون بقت ثمانية وعشرون. ده بيزود اربعة، ثمانية وعشرون بقى اثنان وثلاثون. يبقى كده همشي زيه بالظبط على نفس النمط، زائد اربعة، اثنان وثلاثون هتبقى برافو عليك ستة وثلاثون، ستة وثلاثون زائد اربعة اربعون، اربعون زائد اربعة اربعة واربعون، اربعة واربعون زائد اربعة ثمانية واربعون، ثمانية واربعون زائد اربعة اثنان وخمسون. القاعدة بتاعتي كنت بزود كام؟ بزود اربعة، زائد اربعة. تعالوا نشوف المسألة اللي بعد كده. ثمانية عشر بقت خمسة عشر، والخمسة عشر بقت اثنى عشر. يا مس هو هنا بينقص، بينقص كام علشان امشي على نفس النمط، اكمل النمط بتاعي صح. هو نقص، بس نقص كام؟ تعالوا نشوف نقص كام. ثمانية عشر بقت خمسة عشر، عد كده معايا، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، يبقى نقص كام؟ نقص ثلاثة. اثنى عشر ناقص ثلاثة تسعة، تسعة ناقص ثلاثة ستة، ستة ناقص ثلاثة ثلاثة، ثلاثة ناقص ثلاثة صفر. يبقى القاعدة بتاعتي كان بينقص كام؟ كان بينقص ثلاثة. اللي بعد كده مئة بقت تسعون. ده نقص يا مس، نقص كام؟ التسعون بقت ثمانون. ده كده بينقص كام يا مس؟ ده كده بينقص عشرة. يبقى انا كمان هكمل النمط بتاعي، ناقص عشرة، الثمانون هتبقى سبعون، والسبعون هتبقى ستون، الستون خمسون، الخمسون هتبقى اربعون، الاربعون هتبقى ثلاثون. ليه؟ لان انا بنقص عشرة، يبقى القاعدة بتاعتي هي ناقص عشرة. القاعدة بتاعتي هي ايه؟ ناقص عشرة. يبقى انا بشوف النمط بتاعي بيزود، بيزود كام، وكمل النمط. القاعدة بتاعتي هو زود، زود كام، وبكتب القاعدة بتاعتي. السؤال اللي بعد كده. ثمانون بقت سبعون، سبعون بقت ستون.
هو بينقص يا مس. طب بينقص كام؟ اه يا مس ده بينقص 10. ينقص كام؟ 10. يبقى الستون هتكون 50 والخمسون هتكون 40. ليه؟ انا بنقص 10، 40 هتكون 30، 30 هتبقى 20، والعشرون هتبقى 10. وانا كده النمط بتاعي كان ايه؟ كان ناقص 10. يبقى القاعدة بتاعتي هي ناقص